وقثي قذي هذي تورينا وندي نازل فلونا صوفي سوين غار وغمي سندقي ضقي ثزوار غيهي عن فدو سوين يشودن غار ونففاذن كورونا هذا توم غاينا سليت مورتنا الدائرة داجر ذن أزال المياء و 97 ني مضاني مينو ثن ترابلن لا فوربي وزن 9 نيضن دي 24 ساتين إيقازرين ما ترى أحلان وزن 128 نموضان سودام أمينوثو يبوض وزن وبويذي قوضنا سوغس ميدي فذا لهلاكي قار 12,445 نموضان سوما ثام ذويذي قبلون لعفور بيع لن وزن 878 نموضان سوما ثام ما ذوي قبلون لعفور بيع كدنيا ما ذويذي قحلان لن وزن 8,820 أنا غلاف أن تذو ساعذي مزدار دوس قاذن يخمن نوسجي عبد الرحمن بن بوزيد ذويني دينا ذي ثريري ثي نسي استقسين أن داي دينا ذا كان أنففا أن كورونا ذويني كتم غن سوطة سما ذي الجزائر ذو مظال السومة ذا غاف ونشتقى فرقان الدقس انتسقوما المند نوض فار أنففا أن كورونا ذي الجزائر أن دا إناد مشاء مزدار ذميمي إي طقسن ذيمي انقص لقذيش أذو سنين أو ميز ميرارة كورونا راهو جائحة عالمية وحاليا نرى ارتفع عدد المصابين وفيه خلايا راهي تنتقل على كل الولايات واللي تعمل تحقيق وتحقيقات وبائية حقيقة مع ارتفاع عدد السكان في الجزائر أكثر من 40 مليون والقطاع ما تبعش أولا ما تبعش ارتفاع العدد وما تبعش تطور الطب. وشيء آخر ثاني أن المواطن الجزائري ليس المواطن اللي عنده 20 و 30 سنة. يطالع عبر الإنترنت عبر كلش وكله يطالب وعنده حق. لأن هذا اللي يجعل وهذا اللي يجعل السيد رئيس الجمهورية يتكلم على هذا الوكالة اللي تراجع المنظومة الصحية. حقيقة المنظومة الصحية فشلت ضعفت بسبب ارتفاع عدد السكان. أزلوي أنت إذا عبد المجيد تبون ذو ندي يوسفان لقرار السجع سولغون نت سلويث يوسفان ضريس نت سلويث دينا هذا كان ويذي قسعان وقارن 30 إيس قسنا قبضان 30 إيس قسنا تسوين تدويث وما رأيس قاعد لقديش نسن على قوال نسن قويني شوتان غار لقديش انتليث أن العسكر وتسعدين راء اللانمي ويذي قسعان كادنيا وقارن 30 إيس قسنا دينا رفضون سوسنا 31 ذي ديسمبر ذي لهنا جوج ريف وعشرين نوس قوسكي أذوك سليا النظام أن دار نافذ غاد قوين شودا غاري غالا لمن ظن ضح الله يوف أن دا إي جردن غالا لمن ذوك سقوس جوج ريف وعشرين وقان السين لطون بوين شودا غارو سفار النون فسفارة كدنيا الله يوف وارم ثمان دغان تسامية ألف نت عقين الله يوف كسروفوين لا غار ثم دغان بوغر انت عطاش ان ألف وثلاثمية واربعين ان تلوفا اي جارتان ذاك سقوس كي عسادان غار تغضب تم معالجة سنة 2019 32 ألف قضية تورط فيها 39 ألف شخص بالنسبة للخمسة أشهر الأولى نحن في 19,000 قضية متورط فيها 23,000 شخص في جميع طبعا المستويات يعني في التهريب الدولي الإتجار أو الاستهلاك الحصيلة في الخمسة أشهر الأولى 2,660 كيلوغرام بالنسبة للشيء الملاحظ رغم استقرار هذه المحجوزات بالنسبة للقنب الهندي نلاحظ أيضا ارتفاع في المحجوزات بالنسبة للمؤثرات العقلية مختلف أنواعها حيث تم تسجيل حجز سنة 2018 أكثر من 1,118,000 قرص بالنسبة 2019 نحن في 1,677,000 قرص بالنسبة للخمسة أشهر الأولى نحن في 985,000 قرص المهلا نوس حبيب الرضو صواب ميال ثم غا نغ ثنزوث بين شودان غار له يفد ويدك سهد أهيل بد مع جوج الاف وعشرين من نوصي ذو لها ميال ثم غا انو نا نوتشي بينك شودان غار السفر الله يفي ميذا يعني قصدوين غير يلمزين سودان مقرون وغا غافونش تقع يلاقى اذي دو وهي لقع وغار نسالان ذك صواب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات لقد سطر استراتيجية وطنية 2020 تمتد ما بين 2020 و2024 تجنيد من أجل مواجهة ظاهرة المخدرات فهي آفة تعني كلنا معنيين ب المخدرات وتكثيف الجهود سواء على المستوى الجواري أو على المستوى الوطني.
نغلاف انت نزدوغ تيجلان كمال نصري ذوي ندينا ذا كان يلاوهي البوغر 120 ألف من تكبونيك طفران غار لديال نارا 120 ألف سوفيا ان التسريحة في كشودان غار يخمان ان دا يلاوهي البوغر 40 ألف ني خمان ذا وزال ذا غان 20 ألف ني خمان أرس وجدان ذي التيار ثمانة في قوسنا قدي تسدو بالنسبة للسكن يا تشرف اليوم صريح أن عملية شهادة تخصيص 120 ألف تسير بوتيرة جيدة، ولو أن هناك بعض المكتسبين عندهم بعض التحفظات، وهنا وكالة عد عندها تعليمات لازمة لدراسة هذه التحفظات. كما اليوم يشرفني أن علم الجميع أن هناك عملية كبيرة لاختيار المواقع بالنسبة لأكثر من 40 ألف وحدة سكنية، منها أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بالنسبة للعاصمة. هذا لأننا وجدنا بعض الحلول بالنسبة للعقار. أما كان دي سوال غلاف نتنزدو في دينا هذا كان إلى قيم ذانا حذراني من السنة غاف ثم غانو ففاذن كورونا غيمي لاد العضيل ذو قوين يقشودان أسوجا ذقا. هذا الوباء لابد أن تجهلوا له كلنا كجزائريين كيد وحدة بكل احترام كل هذه الإمكانيات الوقاية التي وضعت أمام جميع المواطنين وأمام جميع المؤسسات لكي تمكننا من استدراك تأخير بالنسبة لقطاع السكن. اليوم رانا في عمليات التحضير إلى كل المجمعات السكنية والنظر فيها لكي نبدأ إن شاء الله في الانتهاء والتشطيب كما يقول نقول في جميع العمليات التي ستسمح لنا بتدارك العديد من التأخر في الإنجاز وخاصة في التهيئة. دوغيان دغا إشودان غار بومرداس هنداك فدا سقيا الولي عن بومرداس يحيى يحيى غاف ويان إشودان فدو نو صنفار نو سيوض نو سفار نلقاز غار وزال أن 3246 قخمان دي ثمع بومرداس سومثا هنداك غيد السيكزان دغان سفقنا ندا أصنفار قاع مينوث نو سيوض نو سطا نلقاز دمع دي ثم دين تغوين النظام المند 28 تمناضين غير ثوذرين كادنيا هذا سيوان الجاز التمذين تقذان السقاء من طبيب. أطلقنا اليوم مشروع لتزويد 26 منطقة ظل عبر 13 بلدية، وهذا المقاربة هي مقاربة قطاعية تمس قطاع الطاقة لتوفير هذه المادة الحيوية لفائدة المواطنين. العائلات التي تستفيد من هذا المشروع ستبلغ 6227 عائلة عبر شبكة تمتد على طول 288 كيلومتر بمبلغ إجمالي ممول من صندوق الضمان والتضامن الجماعات المحلية تابع لوزارة الداخلية حوالي 65 مليار سنتيم أي 750 مليون دينار جزائري. مدة الإنجاز راح تمتد على مراحل أقصاها 12 شهر إن شاء الله. غافو نشتاقيا يفد الوليان بومرداس يحيى يحيى غافو جزال لأنه فراقا 3250 انتقفوين ناغني ظلعان وقوين كشوداني سفارة بوتشي على روحان السريد غارثو ذرين ذات ملاضين أم بومرداس قفاتن. سنشرف على توزيع 3545 طرد غذائي لفائدة العائلات التي تقطن بهذه المناطق والتي تضررت من أزمة الكورونا، هذا بالإضافة إلى كل الأعمال التضامنية التي أقرتها الدولة لفائدة هذه العائلات. إضافة إلى 3545 طرد غذائي، هناك 1000 طرد يتضمن مواد نظافة الجسد يعني دي برودوي دونتروتيان كوربوريل، سوف ترافق هذه الطرود عبر 32 بلدية التي تشكل ولاية. أقرأ عن السلام جامعة الثلوث اللي سار ثوفا.